بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوكي صوت اليوم احسن من قبل، يعني تقدرون تسمعون الصوت اهم شيء. اليوم بتكلم عن تخصيص واجهة سينمان بشكل عام. واجهة سينمان يعني من الواجهات الجميلة جدا. طبعا هي تعتمد على جنوم بشكل عام، لكن فيها ميزات اكثر من جنوم. واحدة من الميزات هذه هي انه طبعا تكلم عن جنوم شل، اوكي، انه شكله شوي اكثر قابلية للتخصيص ومتعودين عليه احسن من جنوم شل. الشغلة الجميلة انه ما زال تتطور، وكل اصداره ينزل تطوير يعني مختلف تماما عن الاصدار اللي قبل، او يكون في ميزات قوية جدا. طبعا هذه واجهة سينمان قدامكم. واجهة سينمان تجي افتراضية على لينكس مينت، اوكي. بعض التوزيعات صارت بتستخدم افتراضيا، قريت في مكان ما ولا ادري بصراحة انا قاري ولا معلم، انه في دورة راح تستخدم السينمان كواجهة افتراضية، اوكي، بدل جنوم شل. طيب خلنا نشوف شو الموضوع. وش هي جنوم شل؟ عفوا السينمان. طبعا السينمان تكلمت عنه سابقا، تبحث بالقناة عن القرفة تحصل قرفة. السينمان معناته قرفة، اوكي. طيب خلونا اول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحط هذه عن توب. طيب بشكل عام عشان تحط خلفيه لسطح المكتب بالسينمان، طبعا راح تجي لم هنا تشينج ديسكتوب باك جراوند، تمام. الجدير بالذكر انه الخلفيات بضغطه واحده تقدر تعينها، يعني مثل اي توزيعه ثانيه. لو ضغطت على هذه مثلا تلقائيا راح تاخذ الخلفيه، لو ضغطت هنا بياخذ الخلفيه. اوه لحظه، يا الله يا سلام، خلاص راح اتركها. اوكي في ميزه ثانيه، ضغط على اد ممكن تختار مجموعه خلفيات مع بعض تدخلهم هنا، اوكي. لو رحت الاول سيتنجز في حركه جميله، طبعا السينمان 1.8.8، اوكي. اذا كنت تستخدم سينمان اقدم ممكن ما تحصل وجه بالشكل هذا. لو تلاحظ هنا هذه اللي هي لوحه التحكم الخاصه بالسينمان، تمام. في عندك هنا تحت سويتش تو نورمال مود، تمام. افتراضيا هي سويتش تو ادفانس مود، اوكي. فانت لازم انك تبدل ما بين هذه علشان، او تضغط على ادفانس علشان تعطيك اللي هي خيارات اعلى. انا علشان اخليكم تشوفون بالضبط خلوا نشغل الماجنيفاير. وين راح؟ هذا هو عشان تشوفون، اوكي. طبعا زي ما شايف تحت هنا مكتوب لك سويتش تو ادفانس مود، ضغطته يعطيك خيارات اكثر. عندك هنا على طول مباشره الباك جراوند، غيرنا خلفيه احنا. افكتس، في بعض الخصائص خاصه بالمؤثرات، ممكن انك تشغل مؤثرات او تغلقها بشكل عام، تمام. طبعا زي ما شايف كلوزنج ويندو، اذا غلقت النافذه هل تبي يكون في شيء ولا لا؟ ممكن تحط سكيل او فيد. فيد مجرد تختفي بشكل تدريجي، سكيل لا تقول كذا، اوكي. خلونا ناخذ مثال، لو فتحنا مثلا على الطرفيه، اوكي. لو اغلقنا الحين راح تشوف انه في مؤثر، ايوه هذا اللي قالها، تمام. هذه سكيل، طبعا تقدر من هنا تعدل في بعض الاشياء، سكيل ان باك والى اخره. ممكن تجرب تفتح واختار واحد من ذولي وتروح تجرب. طبعا ممكن بعضها ما يبين بعينك لانه زي ما يكون سريع، لذلك انت تقدر انك تقلل السرعة من هنا، تحط مثلا 50، نفتح الطرفيه ونسكله من جديد، راح يبين الحين معنا، اوكي. انا 50 يصير اسرع، ترى انا ضعيف بالحساب شوي. طيب نفتح هذه نروح نسكر، زي ما انت شايف الحين صار في اغلاق شوي شوي. طبعا راح استخدم 650 للفتح والاغلاق، نشوف تطلع السرعه اكثر، اوكي اقل قصدي. زي ما انت شايف فتح شوي شوي، لما تغلق يغلق شوي شوي، يعني يصير جميل. طيب خلينا نستخدم 400، نفس الحركه. طبعا هذه كلوزنج للاغلاق. مابينج ويندوز اعتقد لما تفتح بالنافذ بالشكل هذا، اوكي، او لما تعدل الله اعلم الناس ايش مابينج. مينيمايزنج لما تصغر ايش حاب يكون، فبفيد او تراديشنال. تراديشنال مجرد ان تنزل بشكل عادي، اوكي، اللي هي ذي، تمام. طبعا زي ما انت عارف يعني كل ما تزيد السرعه هنا كل ما تكون باين التاثير اكثر، اوكي، هذه الفكره. طبعا ممكن ان نسوي حركه احسن من هذا، انه احسن شيء تحطه سكيل احسن، تصغر بالشكل هذا، اوكي. بس علشان كحركه تاثير يعني من نازل تحت، ممكن تحط تراديشنال عشان تستخدم النزول العادي. عندك ماكسمايز اللي هو تكبير، ايش راح يصير؟ ماكسمايز اللي لما اكبر شوف ايش راح يصير، لما تصغر يعني في يعني الشيء زي هذه. ان ماكسمايز ايضا حطه سكيل علشان لما تكبر يصير بالشكل هذا، لما تصغر تصغر بالشكل هذا، جميله. طيب هذه فعل اللي هي مؤثرات، ممكن تلغيهم. اذا لغيتهم يكون في سرعه اكثر ترى بالواجهه، لما تفتح وتسكر تكون اسرع من العاده، تمام. لكن مؤثرات جميله للعين. طيب ممكن نجي خطوط، تختار خطوط ما اقل ولا اكثر، ماشي. لا في حاجه جميله في تحت هنا الهنتنج، اوكي. لاحظ انه هنا ممكن تحط الخط حاد، اوكي، زي ما انت شايف
طبعا ما راح يبين فيه الا على بعض انواع الخطوط. لو تلاحظ الخط عندي الحين طبعا احب استخدم سلايد عشان يكون فيه تنعيم. ممكن تحط فل تمام. انا احب سلايد اكثر شيء. اوكي اول سيتنجز راح اجي الثيمز مجرد تغيير ثيمات، لكن هنا في فكره معينه للثيمات. اوكي افتح ثيمات. زي ما شايف الثيم هذا هي الثيم الخاص بالشل نفسه او بالسينما نفسه اللي هي ثيم القائمه هذا ولتحت. اوكي فقط يعني ما راح ياثر بالثيم نفسه. طبعا زي ما تشاهد ضغطت على other settings هنا يعطيك تخصيص للنوافذ نفس الكنترولز. في هنا جيت مور اون لاين، هذه خاصيه جديده بالسينما 1.8 اللي هي تجيب ثيمات من النت تحط علامه صح على هذه وتسوي تحت انستول اور ابديت وراح ينزل لك الثيم تحصل موجود هنا. لو اخترنا مثلا الثيم هذا كروم ضغطنا على ابلاي راح تلاحظ ان تغير الشريط اللي تحت تغيرت اللي هي النافذه هذه. اوكي طبعا هذه مو بالنافذه الافتراضيه راح اتكلم بعد شوي عنها. نستخدم منتي 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 منتي. اوكي هذا الثيم الافتراضي قبل شوي. طيب هذه زي ما انت شايف هنا ممكن تغير الكنترولز اللي هي نفس هذه. لو غيرناها الى شيء ثاني مثلا لاحظ صارت سوداء. اوكي ف انا استخدم منت زد اوكي عشان احتك بواجهه منت. ايكونز الايقونات ويندو بوردر اللي هو اطار النوافذ هذا ممكن تغير. طبعا ممكن تحملهم من النت موقع gnome.org او اي موقع يدعم اللي هو جي تي كي. اوكي ماوس تغير الماوس ممكن تستخدم اي ماوس ثاني. اوكي زي ما انت شايف ماوس روزا اتسترا. اوكي جتشينجا هذا عجبن صراحه. طيب بس ما راح استخدمه لانه بصراحه كبير زياده عن اللزوم. طيب هل تبي طبعا هي بشكل افتراضي الخيارات هذه رايحه. لو حطيت علامه صح هنا الحين تلاحظ هنا ما في ايقونات. لما تحط علامه صح يظهر ايقونات بالقوائم. لو تحط علامه صح هنا يظهر ايقونات وين بالازرار. لاحظ الزر كلوز اللي تحت هذا لما نشيله تروح. طبعا احب كذا. اوكي ابلتس. اوكي هذا الافتراضي طبعا هو مليان لكن ابى اقترح لكم كم اضافه انا استخدمها. القائمه هذا تلاحظ انها مو بالقائمه الافتراضيه. اوكي استخدم القائمه هذه ليش؟ لان شكلها جميل وصغيره مختصره. اوكي هذا اللي احتاجه من القائمه. اوكي قائمه البرامج بالشكل هذا هذه لازم تنزله انت من الاضافات وتحطها بدل العاديه. لكن عشان تغير الشريط اللي تحت او تعدل به لازم انك تضغط عليه بالزر الايمن من هنا ثم تحط على ايديت هذه. اوكي بانل ايديت مود تحط عليها شغله. اذا شغلت الان تقدر تحذف اي واحده من ذول. ضغط عليه بالزر اليمين تختار ريموف تمام او ممكن تحذف واذا كان في اعدادات ثانيه ممكن تزبطه تمام. انا راح ارجع واسوي له اغلاق. طيب كيف تقدر انك تجيب ابلتس اللي هي الاضافات اللي حط على الشريط. اوكي راح اضغط على الابلتس من هنا. اي اضافه حاب انك تضيفه بس اضغط عليه بالزر اليمين لا عفوا بالزر اليمين اد تو بانل او ان انستول. اذا كنت انت مثبته ممكن انك تحذفه. فانا ثبت ماي لونشر هذه ولا عجبتها ابي اسوي له حذف اضغط على ان انستول راح الان يشيله من جهازي. طبعا المميز الموضوع انه يثبت لك انت كمستخدم ما راح يثبت المستخدمين كلهم فهي موجوده عندك مجرد الهوم فقط. طيب اذا حاب تضيفها مجرد عليه بالزر الايمن وراح تحصل اد. اوكي اد تو بانل تحصل عليها من هنا جيت مور. اوكي بالنسبه للاضافات اللي استخدمهم اوكي الموجوده عندي حاليا استخدم الابلت هذا اللي هو ويذر. اوكي عفوا هذا ديسكليت ولا شيء ابلت استخدم هذا اللي هو انترنت سيرش بوكس يعطيك هنا سيرش. ممكن هنا طبعا تستخدم اي محرك بحث تمام. تقدر انك تحط سيتنجز من هنا اوكي ثم اديت بروفايدرز عشان تستخدم او يعني تحدد محرك بحث افتراضي. طبعا هو حاط لك جوجل بينج ياهو الى اخره. محركات البحث هذه ما تحترم خصوصيتك لذلك انت ممكن تستخدم ستارت بيج. ستارت بيج يعطيك نتائج من جوجل ولكن مع الحفاظ على خصوصيتك يعني هو يجيب النتائج فقط لك. اذا حاب تستخدم هذه ممكن تحط السطر هذا زي ما انت شايف. اوكي هنا بروفايدر طبعا تكتب ويب اللي هو الاسم اللي بيكون تحت الاسم هذا ويب هذا هو فاصله ويب طبعا بروفايدر تترك زي ما هي زي ما مكتوبه ويب فاصله ثانيه تحط اتش تي تي بي الرابط اللي تبي. طبعا استخدم ستارت بيج دوت كوم دو سيرش بعدين علامة استفهام كويري يساوي. اوكي هذا راح تسوي. طبعا انت لو غيرت الرقم هذا الى اي شيء ثاني طبعا افتراضي في حاجات ثانية بس لو غيرت الرقم الى واحد راح يستخدم المحرك البحث اللي تحته والى اخره. اوكي طبعا هذا لو كنتم تهتمون بموضوع الخصوصية. هذه واحدة من الاشياء الجميلة. فانا عشان ابحث باي شغلة الان ممكن ابحث بالجوجل او بالستارت بيج من هنا اكتب النص وضغط انتر يبحث لي بمحرك البحث. هذه واحدة من الاشياء الثانية منيو بلس. المنيو بلس هذه هي اوكي القائمه اللي هنا. فانا لو حطيت على منيو سيتنجز الحين راح يوريك الخيارات اللي ممكن تسويها بالمنيو هنا. اوكي زي ما انت شايف هذه المنيو طبعا هي افتراضيا عاليه هذولي
يعني طالعه بالشكل هذا بشكل افتراضي تشبه القائمه الافتراضيه للنظام اوكي هذه، لكن انا ما ابي هذه، ابي قائمه صغيره عشان اوفر مكان بالشاشه، فقمت وشلت هذولي اوكي. طبعا هذه الميزه اللي موجوده بها، طبعا تقدر تغير اسمه والى اخره على راحتك اوكي. ممكن تضيف اي واحده من هذول على راحتك، استخدم اللي شت داون ابلت. اذا انا شلت هذه، طبعا شت داون ابلت هذه موجوده مع الاونلاين، هنا تحصل مع المور اوكي. الفائده من هذه شت داون انه تعطيك امكانيه لايقاف التشغيل، اعاده التشغيل والى اخره، لاني انا لما شلت القائمه هذه قبل شوي حطيتها صغيره، ما راح يكون عندي امكانيه اني اسوي ايقاف تشغيل او تسجيل خروج، لانه مو موجوده هنا، حذفتها هنا. نعم ماشي. في عندك اللي هي تايمر اوكي، هذا ممكن مؤقت اذا كنت استانت يعني عندك حاجات معينه، مثلا بسوي شاي، اذا بضبط الشاي عشان ما انساه واحط هنا الوقت 10 دقائق واروح للشاي اوكي. في بوكس لونشر، اذا انت تستخدم فيرتشوال بوكس عشان تجرب توزيعات، يعطيك التوزيعات اللي مثبته انت هنا اوكي. لاحظ التوزيعات اللي نزله، اكس، لينكس مينت، لينكس لايت، بي او اس الى اخره اوكي. طبعا اي حاجه تبي تضيفها بس تضغط عليه بالزر الايمن، اذا بتنقله تحط ايديت بانل زي قبل شوي وتحركه هنا وهنا اوكي. طيب نروح للاول سيتنجز. كالندر مجرد تقويم، ابلكيشنز اند ريموفبل، ما ادري وشو. من هنا تختار البرامج الافتراضيه عندك، فمثلا متصفح الانترنت ايس ويزل، الميل ايس دوف، الكالندر ايش حاب يكون، الكالندر ايفوليوشن، مشغل الموسيقى الافتراضي، مشغل الفيديو الافتراضي، عارض الصور، الله زين جيت عشان اغيره حومت تبدي والى اخره اوكي. من هنا ديسكليتس، هذه اللي تكون على سطح المكتب اوكي. لما تجي على الديسكليتس من هنا راح تلاحظ انه في اشياء، انا استخدم هذه اللي اكيو وذا اوكي. بما اني استخدم راح اشرح لك كيف تعدله اوكي، علشان انك تستخدم اللي هي اعداداتك انت كمنطقتك. طبعا زي ما تشاهد طلع برايدة سعودي اريبيا اوكي. اضغط على برلمين سيتنجز عشان الاعدادات ماشي. راح يجيك السطر هذا، السطر هذا من وين تجيبه؟ تدخل على موقع اكيو وذا اوكي. من هنا لا، من وين جبته انا، من وين جبته يا ربي، من وين؟ عشان ما اطول عليكم الشرح خل اوقف ابحث عنها اوكي. هذه موجوده هنا طبعا. لما تحمل اي اضافه تحصل بالمسار التالي، هوم اسم المستخدم حقك، دوت لوكال مخفي طبعا هذا، شير، سينمن اوكي، ثم تروح ديسكليتس اوكي. طبعا فوق في ابلت والى اخره. هذه الاضافه باسمه بالشكل هذا، راح تدخل هنا، ادخل على ريد مي اوكي. راح تحصل هنا بريد مي السطر هذا، شايفينه اوكي. انسخ السطر هذا، راح لما تصفح عندك وقف ايش تبي انت اوكي. راح السطر عندنا اللي بتصفح الصق هنا ذا، واكتب اخر شيء عندك اللي هي مدينتك اوكي. طبعا كتبت بريده، اضغط انتر، زي ما شايف يطلع لك هنا كلام، الكلام هذا هو المهم. تاخذ هذا نسخ، تروح لاسكو وين، طبعا سكر هذه انا، بتروح لاسكو هنا ماشي. لما تلصق راح يسوي لك تحديث على المدينه عندك. اغلب مدن العالم موجوده بالموقع هذا اللي هو اكيو وذر اوكي. طبعا ممكن تعدل نفس الابلت، تكتب اي شيء هنا على راحتك اوكي، بس لازم تكون عندك شوي خبره بالموضوع ذا عشان ما تجيب العيد وتخربه. طيب نروح نكمل على، طبعا استخدم هذه، انت ممكن تستخدم الاضافات باي طريقه تبي، يعني وين راح الديسكليت، اذا حاب تضيف على سطح المكتب رجوع شلون اوكي. تضغط على بالزر الايمن، اذا كانت موجوده على سطح المكتب ريموف، ممكن تحط عليها مثلا هذه كلوك، بالزر الايمن اد ديسكتوب، راح تحصل موجود على سطح المكتب، تقدر انك تنقله تحطه باي مكان تبي اوكي. طيب راح نكمل، هذا موضوع ديسكليتس، وممكن تحصل اونلاين هنا اوكي. وفي هنا ايضا اعدادات عامه له، يعني هل تبي يكون عليها اطار، ما تبي، زي ما انت شايف راح بيختفي الاطار، في اطار ولا لا، عرض اوكي الى اخره. طيب راح الاول سيتنجز الحين، ديسكتوب، خصائص سطح المكتب، ايش تبي يظهر بسطح المكتب من الايقونات؟ بالنسبه لي انا حاب اظهر الهوم بس، تشيل اي واحده من هذول عشان ما تظهر اوكي. اكستنشنز اللي هي اضافات، الاضافات ما استخدم شيء، نزلت ماكسيموس لكن حاليا ما اقدر استخدمه بسبب انه في عجز، لكن انت ممكن تستخدمه من هنا جيت مور اونلاين. يكون بعلمك في اكستنشنز ما هي متوافقه مع الواجهه، فعشان ما تجيب العيد تاكد انها متوافقه مع الاصدار حقك. من الشيء المعروف ايضا عن الواجهه هذه، ممكن وانت تخصص يطلع لك وجه حزين خربت، تسوي له جرافيك مره ثانيه، يعني لان الواجهه ما زالت ترى جديده اوكي. وين وصلنا؟ وصلنا الى جنرال، اعدادات عامه اوكي. هل تبي تظهر الاعدادات ولا لا؟ طبعا لوكينج جلاس هذا حق الديباجنج اعتقد اوكي. هوت كورنرز هذه حلوه، وش تبي يصير لما نمر الماوس مثلا بالزوايا؟ لما يروح الماوس هنا ايش راح يكون؟ راح يظل لك سطح المكتب
هي هي. طيب لما تمرر وش ممكن يصير بعد؟ سكيل ممكن تحط كاستم وتكتب هنا امر معين. اوكي مثلا لما تمرر الماوس من هنا يطفي الكمبيوتر مثلا، فانت ممكن تسوي شغلات زي هذه. اوكي طبعا زي ما تشوف كل زاويه ممكن تخصص له شيء على راحتك. في عندك المنيو اعدادات القائمه فقط، اللي هي القائمه الافتراضيه، مو بهذه، هذه مو بالافتراضي انا شلتها، لكن القائمه الافتراضيه ممكن هنا تعدله، تختار صوره تستخدم الشغلات ذي، تشيلها ما تحيرك على راحتك. اوكي في عندك هنا البانل اعدادات للشريط السفلي، اوكي اللي هو تحت هذا. طيب في عندك اللي هو انواع الشريط، تراديشنال اللي هو تحت فليبت يروح فوق، هذه يكون في شريطين واحد فوق واحد تحت. هل تبي يكون في اخفاء تلقائي تحت علامه صح هنا؟ وش هذا يوز كاستمايز بانل سايز هذا اوكي، هذه عشان انت تحط حجم معين لهذي. طبعا حاط انا حجم 25، اذا حاب انك تستخدم حجم معين لا تنسى تحط علامه على هذه، ليش؟ عشان صغر الايقونات معه. لما تحط علامه صح هنا يعطيك اللي هو وضع التعديل نفسه اللي كان موجود هنا، تضغط بالزر الايمن في مكان فاضي ثم تختار نفسه هذه. اوكي طيب اول سيتنجز مره ثانيه نرجع الخلفيه، عفوا بالخلفيه اللي هي شاشه توقف الى اخره. تمام ما في شاشه توقف عندي هنا. ويندوز اوكي اللي هي النوافذ زي ما شايف هنا، وش حاب يكون على النوافذ. كلام كثير صراحه. ايش بتصير اذا سويت دبل كليك على النافذه؟ دبل كليك تكبير ممكن تغيرها لحاجه ثانيه من هنا. اوكي طبعا اذا سويت ميدل كليك اللي هي الفار هذا الوسطي اذا ضغطت ايش راح يصير؟ في عندك اللي هو اكشن رايت كليك، يضغط بزر اليمين يطلع القائمة، ممكن تغير شيء ثاني. الخيارات كثيرة ممكن تلعب وتجرب. اوكي الورك سبيس اللي هو نفس مساحة العمل. تمام ايش هذه؟ اغلبه مؤثرات. اوكي فما راح العب هنا، انا خاف يوقف التسجيل، لكن حلوة هذه. هذه لو حطيت على علامة صح شوف ايش راح يصير. الاكسبو عندي حاليا يكون يمين ويسار، لو زيده كيف ازيده؟ اذكر كان في علامة زايد هنا، من راحت؟ يا مدير كبير طبعا خلصت من هذا. انا ابي ازيد ال ذي شلون؟ اذكر احطه هنا ثم يطلع لي علامه زايد، من راحت؟ شكلي انا ملغي في مكان ما. طب خلونا نجرب نسكر هذا، نروح هنا نشيل هذه نجرب. طيب انا شكلي ملغية بس ما ادري وين حطيتها. عموما لما تحطه بالشكل هذا افتراضيا النوافذ عندك بتكون بالشكل هذا بالعرض. اوكي لكن لما تسوي جريد راح يطلع لك لما تكون اربعه يكون اربعه تحت بعض، زي شغله ابونتو. ابونتو فيها اللي هي سطح المكتب الرباعي هذا. طيب انا راح احط علامه صح هنا عشان مستقبلا لو لقيتها. اونلي يوز برايمري مونيتور الاو سايكلينج ثرو، ما بي انا قاعد ادور ذي. اوكي لوجن سكرين انا سويت له درس خاص. تمام هذه مجرد تعديلات على اللي هي شاشة الدخول، ابحث عن اللي هو شاشة الدخول راح تحصل هنا. اوكي ستارت اب بروجرامز اللي هي برامج بدء التشغيل زي ما تشايف هنا، تضيف برنامج تدخل هنا تكتب الوصف اسم ثم الامر اللي حاب تنفذه، بحيث لو سجلت خروج عفوا سجلت دخول ينفذ امر معين. ممكن توقف اي واحدة من ذولي تشيل علامته الصح او انك تسوي له ريموف من هنا من الزر هذا. طيب هل خلصنا؟ سيستم انفو مجرد يعرض الذي توزيع ديبيان النواة معالج ذاكرة الى اخره. تمام كيبورد ما في شيء معين بالكيبورد، انا كأني فقدت شغلة معينة. وين راه؟ كان في هنا الريجنال لا لا. طيب ماوس باد تاتش باد وش هذا حق الماوس؟ طبعا لو كان عندك تاتش باد تجي هنا وتحط علامة صح اوكي للتاتش باد عشان يستخدم اللي هو اللمس، otherwise ما في لمس يعني. اوكي all settings نرجع printing، هذه لو عندك طابعة معينة ممكن تشغل الطابعة من هنا بس. طيب انتهى درس اليوم، نشوفكم ان شاء الله في درس قادم في امان الله.